عسلامة ومرحبا بكم الناس كل كالعادة في فيديو جديدة. دونك عندنا مديدة ما خدمناش نحنا دون باغ معناها كوتي بخلت شوية دوطخ باغ عندي برشا حاجات نخدم فيهم او ميم طون زادا زادا لو فات فما حكاية معناها صارت في وسط الكود فورسز اللي هما بدلوا الريتنج سيستم نتاعهم دونك ما عادش ريتد كيما قبل. دونك بالنسبة اللي تبع فيها ديجا تعرف اللي كنت نمشي في ديمارش اني نبدا بالريتينغ انكريمونتال نبدا بالصغير واني طالع وكل مرة نمشي ونقدم. دونك فما مرة جيت بشري كوردي نلقاهم بدلوا ولا ذا لوست ريتينغ ايز 800 لورك اني خدمت ديجا فيديوهات قبل اللي هما الريتينغ تاعهم 500 و600. دونك هما عاودوا بدلوا كل شيء. دونك ديجا خممت فيها تو معناها قلت فرصة هي واحد يعاود يخدم حتى مام الفيديوهات مام البروبلمز اللي ديجا سولفت. دونك let's get into it. به البروبلم اللي نشوفها اليوم it's watermelon. دونك البروبلم هذه ديجا معناها حللها قبل سافي لونتون معناها خدمتها ديجا قبل بالسي بلس بلس سينو بكري ديجا اي واز تراينغ سامثينغ ريكورديت حكايه مي الفويس كواليتي ما كانتش باهيه. دونك ذاتس واي وي ار دوين ات اجين. باهي باش نقراو البروبلم مع بعضنا. باهي البروبلم اسمها واتر ميلون. وان هوت سامر داي بيت اند هيز فريند بيلي ديسايدد تو باي واتر ميلون. سيد بيلي وبيت مشاو اختاروا لهم تشريو دلع. باهي they chose the biggest and the ripest one. خذاو اكبر وحده واكثر وحده يحسوها معناها معبي من الداخل. In their opinion after that the watermelon was weighed. بعد ما وزنوا معناها بعد ما وزن لهم الواترميلون and the scales showed W كيلوز. دونك الميزان مرة W كيلو اللي هو الميزان تاعها. They rushed home dying of thirst and decided to divide the berry. However they faced a hard problem. دونك مشاو يجريو للدار خاطرهم 219 واختاروا لهم باش يقسموا معناها الدلع على زوز. ما قابلتهم مشكلة كبيرة. باهي بيت اند بيري are great fans of even number. دونك يحبوا على الاخر لي نومبر بير. That's why they wanted to divide the watermelon in such a way that each of the parts weighs even number of kilos. باهي دونك الفكرة نتاعهم شنو يحبوا يقسموا الضلع على زوز دو تيل سورت انه كل بارتي من الضلع هو عدد زوجي. باهي هو معناها الميزان نتاعها عدد زوجي. At the same time it's not obligatory that the parts are equal. معناها مش مهم انهم يكونوا معناها كي الزوز شطورة قد قد. دونك the boys are extremely tired and want to start their meals as soon as possible. دونك جماعة جعانين على الاخر وتعبانين يحبوا يبداو ياكلوا في اقرب وقت. هذاك علاش that's why you should help them and find out if they can divide the watermelon in the way they want. For sure each of them should get a part of positive weight. دونك هذاك علاش لازم نعاونوهم باش يعرفوا اسكو ينجموا يقسموا الدولاع بالفاسون اللي يحبوا عليها هما. وبيان سور لازم كل واحد فيهم ياخو ان نومبر بوزيتيف. زاد مش لوجيك معناها واحد باش تعطيه زيرو. باهي input the first and the only input line contains integer number w between 1 and 100 the weight of the watermelon bought by the boys. دونك عندنا input وحده اللي هي الميزان نتاع الضلع اللي شريوها الاولاد. باه والoutput نتاعنا باش تكون print yes if the boys can divide the watermelon into parts each of them weighing even number of kilos and now if the opposite case. معناها باش نخرجوا yes اذا كان نجمو نقسموا الضلع على زوز بالفاسون اللي يحبوا عليها هما. اذا كان ما نجموش باش نقولوا نو. باه دونك قاعد اني باش نمشي نحل الكمبيوتر نتاعي اونلاين باش نمشي لجي دو مي زيد باش نعطيكم فرصه اذا كان تحبوا تخدموا البروبليم جربوا فيها وحدكم. دونك
علاش ليه هانو عندكم توا 3 سكوند تنجموا تعملوا بوز للفيديو وتجربوا وحدكم به. دونك باش نبدا اني لهنا الفكره نتاعي، ما ديجا فما معناها عندي بريود مانيش قاعد نسجل، مي ديجا قاعد نخدم، قاعد نجرب في شويه حاجات، ومن الحاجات اللي نجرب فيهم، من الحاجات اللي ديجا بدلتهم من الفاسون اللي نخدم بها، وليت ما عادش نقعد ننكلودي كل بيبليوتيك حاجتي بها، مي ننكلودي البيتس سلاش اس تي دي سي بلس بلس اللي هي فيها براتيكمون all the libraries نتاع سي ونتاع سي بلس بلس اللي تنجم تستعملها، وما تقعدش تنكلودي في الوحده بالوحده بالوحده من لي ليبراري الكل باه. دونك لنا باش نعمل حاجه سامبل على الاخر، نجمو نحنا ناخدو اون كونسيديراسيون انو دوبل في نتاعنا بين 1 و 100، دونك ما نستحقش حتى باش نعمل ان نومبر اونتي، بون نستحق ان نومبر اونتي، ما نستحقش باش يكون انتيجر، نجم نختار الداتا تايب نتاعي انو يكون شورت باه. دونك شورت دبليو البارتي الاولى معناها سامبل على الاخر، جوست باش نقرا الانبوت. دونك ديكلاريت دبليو اللي هي دو تايب اوف تايب شورت وقريتها. باهي الفكره نتاعي لهنا شنيا، انه باش نتستي الدبليو هذيك اسكو هي ديفايزيبل باي تو والا لا، خاطر اذا كانوا نومبر امبير ديجا ماهوش باش يحقق لي لو فات انه الزوج شطور يكونوا نومبر بير، اذا كانوا مثلا نعرفش نومبر، اذا كانوا خمسه مثلا ما نجمش نقسمو دو تيل سورت انه هذا ياخو نومبر بير وهذا نومبر ياخو نومبر بير. زاد فما حاجه اخرى انه فما عدد ما نجمش نقسمو، بالرغم هو بير مي ما نجمش نقسمو على زوز باش يعطيني دو نومبر بير اللي هو نمرو اثنين، خاطر نمرو اثنين كي تقسمو على زوز باش يعطيك واحد واحد، وما تنجمش تصنع بيه دو نومبر بير، خاطر سي بريسك مش لوجيك انك باش تعطي الواحد 0 كيلوز والاخر باش تعطيه 2 كيلوز. دونك لان الاي دي نتاعي شنو باش نعمل تيست اسكو الدبليو نتاعي ديفايزيبل باي 2 واسكو هي اكبر من 3 والا اتليست 4. دونك هذاك التيست نتاعي شنو باه. فما شكون فيكم باش يشوف ليكريتور هذيا وباش يحسها ويرد شويه، يقول لي شنو هذا فاش قاعد يكتب باه. This is called استنى لحظه ترناري اوبريشن، اتس ا كونديشنال ترناري اوبريتور باه، يتستعمل في سي بلس بلس ولا يتستعمل في حاجه اخرى باه. دونك الترناري اوبريتور كيفاش يخدم؟ يخدم دون فاسون سهلة على الاخر باهي، جوست باش نكمل اني نكتب الاي دي نتاعي ومن بعد تنعملها جوست كوموند على جنب باش تفهموا الترناري اوبريتور كيفاش يخدم باهي. اني تو باش نحط لهنا الكونديشن اللي باش نخدم عليها اللي هي اسكو دبليو ديفايزيبل باي 2 والريست نتاعها يقعد زيرو، واسكو الدبليو نتاعي اكبر من 3. دونك اكبر من 3 اول حاجه دي 4، دونك هذه اللوجيك نتاعي. دونك الكويشن مارك هذه says if yes شنو نعمل؟ دونك if yes باش نقول له output yes دونك the point means else otherwise ب دونك otherwise باش يعمل say out باش يعمل output نتاعو باش يخرج no ب. دونك هذيا الفكرة نتاعي شنيا، دونك نجمو لهنا نجيو نجربو مثلا نعطيو 2 suppose لازم يخرج لنا no يس خرج لنا نو، كي نعطيو مثلا 4 لازم يخرج لنا يس، يس و إذا كان نعطيو أي نومبر أمبير دونك لازم يخرج لنا نو. باهي دونك هذيا صحيحة، من شيرة تو باش نعدي ال باش نعدي السمشن نتاعي. دونك باش نمشي للبروم نتاعي، نزل هنا سميت ديجا كوبي الكود نتاعي باش نبعثو، نعملو كنترول في ونبعثو لهنا. دونك ان كيو اكسبتد باهي. توا باش نرجع لهنا جوست نحكي شويه باش نفسرلكم الايديا نتاع الكونديشنال ترناري اوبيريتور. باهي كونديشنال ترناري اوبيريتور لازم ما تستعملو الا ما يكون عندك ريالمون دو كا باش تابليكيهم، اذا كان ترو شنو يعمل اذا كان فوست شنو يعمل، ما تنجمش تستعملو في الكا
تاع باش يخدم جوست اذا كان ترو ولا جوست اذا كان فولس. دونك ما تنجمش تستعمله في كان فيرس، فهمت؟ دونك لهنا كيفاش يخدم؟ باش تعطيه الكونديشن اللي باش تستي عليها، دونك هذا باش يكون كومونتير، دونك ما حاجتش بيه. دونك الكونديشن اللي باش تستي عليها شنو؟ باش نعطيها له قبل نقطة الاستفهام، دونك هذيك باش يتستيها وباش يشوف اسكو باش ترجع له لوجيكال اكسبريشن ذات مينز ترو ولا 1، ولا ترجع له لوجيكال اكسبريشن ذات مينز 0. باهي الفيرست بارت if the logical expression عطات true. دونك في الكاه اللي تعطي فيها true باش يعمل البارتي الاولى اللي هي statement مثلا 1 ب هذا، ولا statement true نعمل هاك statement true هذاك، اذا كان true باش يخدم هذاك. بعد دو بوان اللي هي else دونك باش يعمل statement false. بيان سور ما تنساوش بوان فيرغول بعد ما تكملوها هذيا، سينو باش يعملو لكم مشكل، باش يعملو لكم ايرور ولا ما يتعداش. باهي هذي دون باغ. داتخ باغ ما ان شاء الله معناها ديجا عندي بروغرام باش نحكي شويه على الشانل معناها لهنا. عندي بروغرام قد تراب ان شاء الله يعجبكم يكون مزيان، اللي هو باش نولي ان شاء الله فريكونتلي نهبط كل اربعة و كل اثنين واربعة وجمعة باش نهبط solution to a problem. I'm trying to improve. Donc إذا كان بالرسمي ça vous intéresse على الاخر الكونسيبت وعاجبك consider to subscribe. إذا كان عندك idea about how to improve مثلا تحب تنصحني، عندك فكرة تحبني نحسن فيها، ولا منعرفش يعني الفويس متاعي مش مريقل، ولا how to improve the concept yeah why not just comment below قل لي your ideas. I'm always listening. So you know, I guess I'm leaving you with this problem and we'll see you to the next problem.